بهدف تقريب المستهلك من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لقاء ثلاثي جمع مديريات الطاقة وجمعيات حماية المستهلك ولجنة ضبط الكهرباء والغاز لبحث طرق تعزيز الخدمات المقدمة بما يتلائم مع متطلبات المستهلك. مجمع سون الغاز عن طريق شركة توزيع أدخل عدة تقنيات جديدة وحديثة في توزيع الكهرباء والغاز، وكذلك التعامل مع الزبائن من خلال تطوير المعاملة، تطوير تحسين المعاملة، استماع إلى الشكاوي، تطلعات الطلبات، تغطية الطلبات، تقليص كذلك فترة هذاك التغطية لغاكوردمون. جمعيات حماية المستهلك هي الأخرى يمكنها أن تلعب دور الوساطة وتكون طرفا فاعلا في تحسين خدمات الكهرباء والغاز الموجهة للمستهلكين وتطويرها. كاين مشاكل في قضية إعادة تشغيل الكهرباء والاستمرارية، كاين مشكل آخر مهم جدا هو قضية يعني كما نقولوا التعويض. في كثير من الأحيان يوقع المستهلك في دوامة وما يعرفش وين يروح، فلذلك يلجأ إلى جمعية حماية المستهلك من أجل يعني رفع قضيته إلى معناها الشركة وإيجاد يعني حلول يعني سريعة وعملية. تقديم خدمات نوعية ليس فقط في مجال الكهرباء والغاز بل في مختلف الميادين يمر حتما عبر تنسيق الجهود بين جميع الأطراف بما فيها المستهلك.